النهاردة عندنا أكلات حلوة قوي. هنعمل فراخ مشوية بأناناس مشوي، وهنعمل لها صوص كده حلو علشان نعمل فراخ هواي، نقول عليها دجاج هواي. وعندنا رز هواي وسلطة هواي. عايز أقول لكم إن طبق السلطة ده أنا من عشاقه جدا، وبروح له بالمشوار في أماكن بتعمله حلو جدا، ولما بيتعمل من المميزات اللي فيه إنه لازم يتاكل كله. نبتدي كده بالدجاج الهواي، ونبتدي واحدة واحدة ونشوف مقاديرنا. عبارة عن صدور دجاج وأناناس والتتبيلة بابريكا، بصل باودر، ملح، فلفل، كاري، مستردة، زيت ذرة. تاني، صدور دجاج، أناناس، بابريكا، بصل باودر، ملح، فلفل، وكاري مستردة، وزيت ذرة. نشوف كده واحدة واحدة هنعمل ايه. نبتدي نجهز كده، نولع الشواية بتاعتنا اللي احنا هنشوي اهو. حاجات الهواية يا جماعة اللي ما يعرفش، الجميل فيها يستخدموا الفاكهة بأنواع مختلفة. يعني الفاكهة المعروفة طبعا اللي بتيجي من هواي، او الحاجات اللي بياكلوها ليه هواي. هناك الجو شوية بيعتمد على البحر والمية والنخل وحاجات حلوة كتير زي الأناناس والخوخ وجوز الهند، حاجات شبه كده. فاحنا سريعا كده واحدة واحدة نبتدي نشتغل. هناخد زيت ذرة وهنبتدي ندهن كده على الشواية خفيف. وانا هعمل حاجة لطيفة جدا كده سريعة، اخليه كل الشواية تاخد معايا اهو كده، وهكتفي بده. وانا هاجي للفراخ بتاعتي، مش هتبلها، هكتفي بالتتبيلة بعد كده. احنا عايزين نشوي فراخ وهنشوي اناناس، فانا هشوي الفراخ الاول كده من غير اي نوع من انواع التتبيلة خالص اهي. بصوا ادي فراخ، احنا بنجيب الصدر وبنرقرقه، احنا عايزينها تطلع عشان تستوي بسرعه، وفي نفس الوقت تبقى ناشفه، مش عايزها تبقى تخينه كده. طبعا انا هسيبها اتعلم او تبصم كده، ونبقى نحضر عشان نقلبها. ونجيب الطبق اللي هنقدم فيه او نطلع منه الحاجه من على النار. انا هسيبها اتعلم، فسيبها دقيقتين تاخد البصمه بتاعت شكل، واحاول بقدر الامكان ان هخليها تتعمل مره واحده، يعني تتقلب مره وترجع تاني في الراجع مره تانيه على طول. يعني هتاخد وش وش، مش هقلبها مرتين ثلاثه. مهم قوي ان انا اعمل كده، ان انا اقلبها وش واخليها على الوش تاني، بحيث انها تاخد البصمه بتاعت الشوايه. صدور الدجاج دي احنا عاملينها، قلت لكم هي عباره عن صدر فرخه ناشف خالص، جاف تماما، ما فيهوش اي حاجه. بستخدم معاه شويه توابل. انا التوابل دي هبتدي احضر لها ان انا اعملها على النار اهي. نبتدي كده نحضر الصوص بتاعنا اللي هنعمله على النار. كتير ما يعرفش ثقافة ان احنا ناكل حاجة فيها حاجة مسكرة، يعني حاجة حادقة، زي ما بنحط كده زبيب او مكسرات مع الحاجات الحلوة او الحاجات الحادقة. يعني بنطبق حاجة وبعد كده بنحط لها زبيب ومكسرات، دي مش موجودة شوية الثقافة بتاعتنا دي. فاحنا بنحاول نغير في ثقافتنا شوية، نتعلم على ثقافات تانية. بصوا انا هسيبها، هي طبعا لسه مش عايز ان انا
اخليها تتلسع غير لما تاخد العلامة بتاعتها، وهي العلامة هتبقى مرة واحدة. تمام، احنا هنا الطاسة بتاعتنا اهي. انا هبتدي اعمل الصوص بتاعي، هبتدي احط هنا زي ما قلت لكم، هنا انا حطت زيت ذرة هشتغل بيه اهو، ده زيت زيتون، استخدم زيت ذرة. انا بعمل هنا الخلطة بتاعتي، خد بالكم ان انا هنا ما تبلتش حاجة خالص، انا بعمل صوص عشان لما اجي اقدم انزل عليه بالحكاية كلها. ده زيت تمام، وبديله بصل بودر، انا مش عايز بصل تخين يعني، هنا بستخدم بصل بودر، ادي بصل بودر. خلي بالنا ان الفراخ انا مش عايزها تتلسع، بس في نفس الوقت انا عايزها تاخد البصمة بتاعتها. بنحط بعد البصل البودر الكاري والمستردة، ادي مستردة، حط حوالي معلقتين مستردة كده، ادي مستردة بتاعتنا، نرفع دي كده. وبنحط مع الكاري، انا عندي الكاري اهو، وهحط بابريكا. بصوا ده كاري بيدي طعم حلو قوي، مذاق حلو قوي، وبحط بابريكا. هي طبعا النار اهي ابتدت تشكشك زي ما انتم شايفين. ممكن نعمل حاجه لطيفه جدا عقبال ما احنا نخلي النار تبتدي تشكشك معانا والصوص يبتدي يظبط، نشوف بس الشوي بتاعنا هنا. وما زلنا بنعمل فراخ الهواي ونشوفها مع بعض على الجريل اهي. ومعانا اتصال، ام نهى. السلام عليكم. السلام عليكم يا ام نهى. مفيش معانا حد ولا ايه يا جماعه؟ الو الو، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيف ايمن. يا اهلا 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 بيك. انا يعني مش عارف اقول لك ايه، الناس كلها بتطلع الساحل الشمالي وانت مطلعنا هواي. انا بصراحه انا قاعد في الحر جدا جدا عشانكم والله. انا بستوي. لا بجد والله، يعني دي نقله غريبه وجميله جدا. بس هل الاكل فعلا مع الفواكه طعمه حلو؟ والله جربي يعني، انا ما بعد تجربه، لو جربتي مش هتخسري حاجه. انا هجرب الاناناس، بس عايزه اسال حاجه، هل نستخدم الاناناس اللي هو المعلبات ولا نستخدم اناناس طازه؟ هقول لك على حاجه، الاناناس الفريش احسن بكتير لو انت هتشويه او تعمليه في الشوي، في اكله الشوي اللي هي الفراخ. لكن بالنسبه للسلطه يفضل اللي هو الكومبوت او العلب الجاهزه، لانه بيبقى فيه سنه سكر وده المطلوب في السلطه. تمام. لا ده انا هجربه لازم، ومش عايزه اقول لك يعني انا سعيده جدا ان انا اغير الطريقه اللي بطبخ بيها. لا مهم جدا ان كل فتره كده لازم الواحد يغير شويه من نمط الاكل اللي بياكله، يعني مش لازم كل يوم ملوخيه وفراخ ورز. لا 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 مش لازم. طبعا لا، الحاجات الجميله اللي انت بتعملها دي مش عايزه اقول لك، يعني الواحد بيبص عليها بيبقى نفسه ان يجي ياكلها، يعني مش بس ان هو يشوفها ويعملها. اكيد طبعا من ايدك انت هتبقى مختلفه عن طبعا. اشكرك يا فندم جدا. انت حضرتك شاطره في المطبخ طبعا. يعني ما على قدي. على قدك ازاي بقى؟ يعني الحاجات التقليديه ما بعرفش اعمل المختلف قوي ده، بس لازم هجربه، انت اقنعتني يعني. طب انت مش تيجي تنورينا بقى كده طالما يعني استاذة مطبخ؟ تعالي نورينا بقى، ورينا كده حاجة مختلفة. ان شاء الله. خلاص ان شاء الله، اهلا بيكي وتنورينا في اي وقت. شكرا يا سيدي. العفو، تحت امرك يا فندم، تحت امرك. زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا الصوص بتاعنا، عشان بس نبقى عارفين، احنا حطينا كل المكونات بتاعتنا الا الملح والفلفل. ادي الملح بتاعنا، خدوا بالك كل الملح اهو. يا عصام. الو، ازيك يا عصام؟ كويس يا شيخ، انت عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، ازيك انت؟
كويس الحمد لله. انا بحب اكلات. الله يخليك، ميرسي يا حبيبي، ميرسي جدا. ايه قول لي، امرني، تحب اعمل لك ايه؟ لا مش عايز، انا جاي اسلم عليك. وانا كمان بسلم عليك جدا، وميرسي لاتصالك يا حبيبي، شكرا يا قمر. بصوا معايا، زي ما انتم شايفين انا ممكن اشوي اي حاجه، خضار، فاكهه، لما بتتشوي بتدي تيست حلو قوي، وحاله حلوه انك تاكلوا حاجه مختلفه. يعني مش لازم متعودين ناكل الاكل بطريقه معينه كل مره ناكله بنفس الطريقه. هنا واحده واحده كده، لا خليها لسه شويه، احنا بس نشوف اهو. بصوا معايا، هي الفكره في الاناناس المشوي ليه حاله كده، السكر لما بيتلسع بيعمل كراميل، عشان كده هو ده، لو تلاحظوا اللون الاناناس اتغير. اللي عايز الحاجات اللي ما فيهاش ميه بتبقى احسن كتير في الشوي، يعني ما ينفعش اشوي برتقال مثلا، بس ممكن اديله ريحه التدخينه. الخوخ ممكن ياخد لسعه خفيفه لكن ما يقعدش على النار كتير، عمره قصير. دايما الحاجات اللي بتتشوي حاجات اللي هي ما فيهاش ميه كتير. هو اول ما نزل نزل ميته الاناناس، بصوا انا بس باخد بس الشكل بتاع اللسعه بتاعت الشوي، وفي نفس الوقت بيديله ريحه كده ليها مذاق خاص. احنا كده جهزنا ان احنا نعمل طبق التقديم بتاعنا، واحده واحده كده، وناخد قطعه وقطعه، نعمل دي كده قطعه وقطعه، ونعمل كده قطعه. انا بس ايه بحاول اعمل لكم حاجه تبقى شكلها حلو في نفس الوقت ممكن ان احنا لما نيجي نقدم. اخد حاجات اجرنش بيها، عملنا فراخ بالاناناس الهواي اهي. طبعا انا عايز اوريكم بس حاجه سريعا، نرفع دول كده عشان انا عايز احط الصوص بتاعي قبل. حاله حلو قوي، ده طبقنا.